مش في مسابقة صفا. مش في المسابقة ازاي يعني؟ طلعت شبه اسماء. ولا التاني المفروض يبقى مكان زكريا والجواب ده اللي غلط. لا يا فتحي بلاش درك البايخ ده، انا عارفاه ورحمة امك ما توقع قلبي. الحاجات دي بالذات ما فيهاش هزار. لا يا فتحي انا زكريا ابني ذكي ونبي. هما تلاقيهم بيقولوا كده يا اخويا عشان عايزين يبعدوا الواد عن المسابقه. انت شفت ام الواد اللي شفناها؟ اكيد مسنوده والموضوع فيه كوسه. هيا فتحي هما اكيد بيترمخوه عشان احنا غلابه وملناش حل. هبيجوا على الواد. لا يا فتحي والنبي والنبي ما تقولي كده يا اخويا. احنا مش عايزين الواد يطلع زينا. احنا لما صدقنا نحلم يا فتحي. يا فتحي والنبي ابوس ايدك ابوس ايدك يا فتحي ابوس ايدك والنبي. نروح والنبي عشان خاطر ربنا. الواد الواد يا فتحي.